تفضل يا أستاذ زياد، إيه سؤالك؟ والله عيوب إكسينس، والله والله عرفت السؤال وهجاوب عليه والله في آخر الزوم، والله العظيم والله أنا مش المالك للشركة عشان لو فيها عيوب مش هقولها، بس هنخلي الأسئلة إن شاء الله لآخر الزوم. تفضل يا أستاذ زياد لو سؤالك متعلق باللي فات. خلوا يا جماعة الأسئلة عن البروكرز وبروكرز كذا وكذا، الحاجات دي خلوها، أنا لو فتحت كذا صفقة ولقيت منهم جاوبت على السؤال والله يا أستاذ زياد في آخر قبل ما الزوم يفصل على طول جاوبت وقلت بشكل عام كده المارجن والليفل مارجن، وإن أنت لازم دايما تكون عينك عليهم والإيكويتي والحاجات دي، وهنشرحها إن شاء الله في زوم واحد. بس بشكل عام زي ما قلنا هنحط لينك اليوتيوب بإذن الله على القناة. البروكر بياخد كام من كل صفقة شرحناها في أول الزوم خالص، ولو حضرتك ما حضرتش من الأول تقدر تسمع في التسجيل. بشكل عام يا أستاذ زياد قلنا إن كل شخص ما يقولش أنا بدخل الصفقة بكذا، لكن يحسب توتال صفقاته المفتوحة اللوت بتاعها توتال كام. يعني هو مثلا لو فتح 10 صفقات كل واحدة بزيرو بوينت زيرو واحد، ده معناه ان هو فاتح ب1 دولار، لان بنبص التوتال اللوتات المفتوحة، مش ان الصفقة الواحدة مفتوحة بزيرو بوينت زيرو واحد، لان كل واحدة منهم طبعا بتكون اخدة نسبة، سواء بقى السبريد اللي الشركة بتاخده، المارجن اللي بيحتجز عند شركة الوساطة، السوق لو عكس عليه، فبنبص للتوتال. وطبعا طبعا كل ما كانت الصفقات المفتوحة أقل كل ما كان أفضل. طيب خلونا نكمل الموضوع الأهم اللي احنا تقريبا عاملين الزوم ده عشانه، وهو موضوع حجز الأرباح. إزاي بنتنقل بين الأهداف، وممكن نفتح الهدف الأول، الهدف التاني، الهدف التالت. ده ليه كذا طريقة زي ما قلنا هنشرحهم إن شاء الله كلهم، ومحدش يسألنا أعمل دي ولا أعمل دي ولا أعمل دي، هنقول لك كله وأنت الأنسب ليك يعمله، اللي حابب تعمله أعمله، كلهم واحد مش هيفرق. الشكل الأول والبسيط خاصة للناس اللي رأس مالها فوق ال100 دولار، ببساطة حضرتك مثلا لو حسابك فيه 300 دولار وانت بتفتح الصفقة ب 30 سنت اللي هي كام؟ 0.03. ببساطة تقدر تفتح الصفقة 3 مرات، كل مرة ب0.01. تفتح مثلا الصفقة في المرة الأولى 0.01، تعملها على الهدف الأول، وتقوم فاتح صفقة تانية على طبعا على نفس الزوج بلوت 0.01، تعملها على الهدف التاني، تقوم فاتح صفقة تالتة 0.01 على الهدف التالت، كده كأنك فاتح الصفقة مرة واحدة بلوت 3. هتجيب الهدف الأول هتلاقي واحدة منهم اتقفلت، اللي بلوت واحد هتتقفل عند الهدف الأول، لما تجيب الهدف التاني إن شاء الله هتلاقي التانية اتقفلت، تجيب الهدف التالت هتلاقي التالتة اتقفلت، انتهى الموضوع على كده، انت مش هتعمل أي حاجة. وكذلك مثلا لو انت حسابك 900 يبقى هتفتح كل صفقة مثلا ب0.03، حسابك 600، المهم دي الفكرة عموما، اللوت اللي انت بتفتحه قسمه على عدد التيك بروفيت اللي انت عاوز تدخلها. طيب حضرتك حابب تدخل تيك بروفيت 1 و2 بس، مش حابب 3، قسم اللوت بتاعك على 2، فاتح مثلا معاك 600 دولار في حسابك، افتح صفقة الهدف الأول بلوت 3 والتانية بلوت 3 بس كده، اللي هتجيب الهدف الأول هتقفل، اللي هتجيب الهدف الثاني هتقفل، وانتهى الموضوع. دي الطريقة الأولى. طيب حضرتك بتتلبخ ومش عاوز تفتح الصفقة مرة واثنين وثلاثة وتقعد تدخل البيانات والستوب لوس والتيك بروفيت وكل الكلام ده، ومش حابب تعمل ده، عندك اختيارات تانية؟ اه عندك اختيارات تانية. زي ايه؟ تقدر ببساطة برضو الصفقة كتبنا ان هي جابت الهدف الاول، روح افتح الصفقه تاني بالهدف التاني،
نفس الاستوبلوس، حط نفس الاستوبلوس وحط الهدف التاني بدل ما كنت حاطط الهدف الاول ببساطة. طيب جابت الهدف التاني، روح افتح الهدف التالت. هتحط الاستوبلوس فين؟ اعمل الاستوبلوس الهدف الاول بس كده. يبقى الصفقة ما بتقفل معاك مرة بتقوم رايح فاتحها تاني، قفلت معاك المرة التانية بتروح فاتحها المرة التالتة، لكن في المرة التالتة غير الاستوبلوس بتاعها خليه الهدف الأول. مش هتكلم دلوقتي في نقطة الدخول علشان شرحناها قبل كده، إن أنت لما بتحط الاستوب عند الدخول. فدي طريقة تانية تقدر تنقل بيها بين الأهداف. حابب تعمل صفقتك من الأول خالص على الهدف التاني لأنك شايف إن تقريبا بنسبة كبيرة بتجيب الهدف التاني، مش حابب تعمل هدف أول أصلا، افتح صفقتك من الأول على الهدف التاني براحتك. بس لازم نكون عارفين نقطة ولازم نشرح أبعادها قبل ما أكمل في بقية الطرق اللي نقدر نكمل فيها بين الأهداف. نسبة وصول الصفقة للهدف الأول لما بتكون صفقة ناجحة هي بنسبة تقريبا 100%، لأن لازم تجيب الهدف الأول. طيب نسبة وصولها للهدف الثاني تقريبا 80%، 75%. طيب نسبة وصولها للهدف الثالث تقريبا 60%، 50%. نسبة وصولها لبعد الثالث أقل من كده. في ناس تقول خلاص أنا هشتغل على المضمون بس، براحتك، بس لازم يعني إن هو يشتغل على الهدف الأول بس براحتك، بحيث إن هو مثلا مش حابب في مرة يفتح الصفقة على الهدف الثاني فما تجيبش الهدف الثاني وتقوم راجع عند نقطة الدخول أو ما يكسبش منها. ففي حد بيحب ان هو يشتغل على الهدف الاول بس يقول انا هشتغل على المضمون بس، براحتك، بس لازم تكون مدرك ان انت كده ما بتكسب من السوق بتكسب قليل، ولما بتخسر بتخسر كتير، لان غالبا بيكون الاسلوب بتاعك بعيد. فانت كده قصاد كل صفقة بتكسبها، قصاد كل صفقة بتخسرها بتضيع مكسب كذا صفقة انت كسبتها. في حد تاني ما عندوش مشكلة، هو متفهم نقطة ان هو مثلا حتى لو في صفقة عملها على الهدف التاني وما جابتوش، لكن ماشي، كم مرة جابت الهدف التاني؟ جابته 3 4 مرات وفي مرة ما جابتوش، مش مشكلة. هو في 3 4 مرات اللي قبل كده كسب 50 نقطة مثلا في كل مرة جابت فيها الهدف التاني، لأن غالبا بيكون الهدف الأول 20 والهدف التاني 50 والهدف التالت 100. فلو نجحت معاك مرة واتنين وما جابتش المرة الأخيرة مش مشكلة. وزي ما قلت كل واحد حسب هو عاوز يمشيها ازاي، علشان برضو بنلاقي حد أول ما تجيب الهدف الأول يدخل يسألنا أعملها على الهدف التاني. دي حريتك براحتك، عاوز تدخلها هدف تاني ادخلها، عاوز تكتفي بأرباح الهدف الأول وما تدخلش براحتك. تجيب الهدف التاني ادخلها على التالت، يعني انتم شايفينها هتجيب، يعني انتم شايفينها، ده قرار يرجع لك ما تسألناش فيه. احنا حاطين لك الأهداف خلاص. بيجي لنا برضو ناس نكون منزلين الصفقة باي، يقول يا جماعة ازاي ده انا شايفها سل، او مش عارفة مين منزلها سل. برضو براحتك، الصفقات مش اجباري، لو هي لا تتوافق مع رؤيتك ما تدخلهاش ما دام انت شايفها غلط. طيب خلونا نكمل. احنا قلنا ان اول حاجة تقدر كل ما صفقة توصل للهدف تقوم رايح فاتحها تاني بالهدف التاني، وقلنا انك تقدر تفتح الصفقة، تقسم العقد بتاعك على تفتح الصفقة 3 مرات، لكن مش 3 مرات، يعني مثلا ما يكونش حد رصيد حسابه $300 يقوم فتح أول مرة بلوت 3 والتانية بلوت 3 والتالتة بلوت 3 فيكون التوتال 9. لا، خلي اللوت بتاعك الكامل متقسم على الـ3، فتفتح كل واحدة بواحد بحيث إن التوتال بتاعهم 3، تمام؟ عشان موضوع اللوت اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شوية. طيب عندنا طرق تانية نتنقل بيها بين الأهداف؟ عندنا، ودي طبعا ما تنفعش لحد مثلا راس ماله $100، لان دي موضوع حجز الارباح. حجز الارباح بيتم ازاي؟ الصفقه شغاله عادي جدا معاك اهي بالشكل ده، جايبه معاك ربح. طيب جابت الهدف الاول وانت ما كنتش ظابطها على الهدف الاول، انت سايب الهدف بتاعها مفتوح، هتعمل ايه؟ هتقوم جاي دايس عليها دوسه طويله كده، وهتقوم جاي عند اغلاق الامر او كلوز اوردر، وهتيجي هنا فوق اللوت مثلا بتاعها. مثلا يعني لو انت كنت فاتحه 3، انت مثلا مش عاملها مثلا على مش ظابطها على هدف، وجابت الهدف الاول، احنا كتبنا ان هي جابت الاول، هتكتب 2. يبقى وبعدين هتقوم دايس على كلوز ويز، طبعا هيكون بروفيت مش لوس، لان هي دلوقتي عشان جايبه خساره فهي هتتقفل على نسبه خساره. انت كده قفلت جزء من العقد بتاعك والباقي شغال. بمعنى ايه؟ مثلا حضرتك فاتح بلوت 3
فاتح صفحتك من الاول بلوت 3. قلنا ان هي جابت الهدف الاول، هتيجي تعمل كلوز اوردر من هنا، وبدل ما كان هنا في لوت 3، لا انت هتخليه 2 بس. انت اما خليته 2 عملت ايه؟ لو مجرد ما بتدوس هنا تحت على كلوز ويز بروفيت، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الصفقه دي اتقسمت نصين، نصها هتلاقيه موجود هنا في وسط الصفقات اللي شغاله، بس بلوت كام بدل ما كان 3؟ بلوت 2. خلونا نعمل ميوت. تمام. طيب هتلاقي الصفقة اتقسمت نصين، نصها هتلاقيه هنا، نصها هتلاقيه هنا بدل ما كانت بلوت 3 هتلاقيها بلوت 2 بس، فهي هتكمل في السوق بلوت 2. وهتلاقي في هنا في الصفقات اللي تم إغلاقها بالفعل، هتلاقي هنا صفقة مقفولة بلوت 1. يبقى إيه أنت إيه اللي عملته كده؟ أنت خليت بدل ما كان ليك صفقة بلوت 3 في السوق، لا الصفقة كملت في السوق بلوت 2 بس. طب الواحد اللي كان لسه موجود راح فين؟ اتقفل بقى، أرباح إحنا حجزناها وضمناها، كأنك بالظبط كنت داخل الهدف الأول بلوت 1، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي أنت قفلته. طيب الصفقة انت عايزها على الهدف الثالث، وهي خلاص جابت الهدف الثاني، هتقوم رايح عامل كلوز اوردر، وهتقوم جاي فوق كده، هتقوم بدل ما هو طبعا احنا كنا عدلناه خلينا 2 بدل ما كان 3، هتقوم بدل ما هو 2 كده هتخليه 1، وتقوم عامل كلوز ويز بروفيت. هتروح هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي هنا الصفقة بدل ما كانت بلوت 3 او لوت 2 لما احنا عملنا المرة الاولى، بقى اللي باقي في السوق بس نفس الصفقة بلوت 1 بس، 0.01، يبقى هي مكملة بلوت 1. وهتيجي هنا في الصفقات اللي اتقفلت هتلاقي واحد تاني اتقفل، اللي هو من الهدف الأول للهدف التاني، ال 30 نقطة الفرق بين الهدف الأول والهدف التاني، يبقى كأنك دخلت الهدف التاني بلوت 1 برضه. دي اسمها إيه؟ اسمها حجز الأرباح، إن أنت بعد كل هدف بتقفل جزء من العقد وتكمل في الصفقة لحد اللي بعده، بحيث ان السوق لو عكس عليك انت خلاص انت قافل جزء من ارباحك وضمه، وبتكمل في السوق ببقية اللوت اللي باقي لك في السوق بس كده. زي ما قلنا هيجي لنا حد، طب اعمل ايه؟ طب اعمل دي ولا دي؟ طب افتح احنا قلنا اهو الطرق، كل طريقة انت شايفها اسهل ليك اعملها، مش هتفرق كتير يعني. ممكن حد يسأل طب هتفرق فيها؟ هتفرق في حاجات بسيطة، ودي هتفرق طبعا مع الناس اللي فاتحة لوتات عالية، يعني ان انت لما بتفتح الصفقة 3 مرات ممكن مثلا بتتلبخ فيها، ممكن مثلا الطريقة بتاعت انك تفتح الصفقة من الاول على الهدف مثلا التاني او التالت بتريحك من المتابعة. انت مثلا بتتابع متابع القناة او متابع التشارت كل شوية بتدخل تبص عليه، فانت خلاص هتقفلها عند نقطة معينة، فخلاص كل حد حسب الأسهل ليه يعمل. أي سؤال بالنسبة لموضوع حجز الأرباح ده؟ حجز الأرباح دي كويسة جدا مع الذهب والبيتكوين. في حد عنده أي سؤال بالنسبة إيه اللي أنا عديته؟ بالنسبة للنقطة دي حضرتك تقصدي سلمت أور ستوب؟ لا مش بتستخدم فيه أي حاجة من دي يا أستاذ، زي يا أستاذ خالد، هو بس بتعدل اللوت. وبالمناسبة احنا مش بنخلي الناس تستخدم لا باي ليميت ولا ستوب ولا سيل ليميت ولا الكلام ده خالص. ليه؟ عشان الناس ما تتلبخش. ببساطة احنا لو شايفين ان صفقة محتاجين نعملها امر معلق بنفتحها عندنا احنا امر معلق، واول ما بتوصل للنقطة اللي احنا عاملين ان الصفقة تشتغل عندها بننزلها لكم، بحيث ان انتم تفتحوها فورا، عشان ما نقعدش نقول دي امر معلق وده دلوقتي والناس تتلبخ ونقعد نشرح ده وده. فالأمر المعلق بنفتحه احنا عندنا، لكن كل صفقاتنا بتكون تنفيذ فوري.
فتقسيم الأهداف بالطرق بس اللي احنا قلناها دي مش بتستخدم فيها للسلمت ولا البايلوت. ما ينفعش تقسم الصفقة في الأول، هي بس الطرق اللي احنا قلناها دي. في أي سؤال بالنسبة للنقطة دي قبل ما ننقل للنقطة اللي بعدها، لأن غالبا هتبقى الأخيرة قبل ما ناخد الأسئلة؟ لو هناخد الهدف الأول والتاني والتالت. من الأول هتقسمها إزاي؟ ما احنا شرحنا طرق تقسيمها. هتفتح الصفقة 3 مرات، كل مرة بلوت مختلف. لو دخلت بالصفقة لوت 3 والهدف التاني لوت 3 وانا حسابي 300 ايه؟ لا، ازاي لو دخلت بالصفقة لوت 3 والهدف التاني لوت 3؟ عادي، اه مفيش مشكلة يا استاذ عبد الرحمن. لو انت فاتح الصفقة مرة واحدة على الهدف التاني مفيش مشكلة. هياخد عمولة اللي هي السبريد لو فتحتها 3 مرات. ما احنا قلنا السبريد ده انت لو جيت حسبتها هتلاقيها هي هي، لان قلنا مثلا لو هو بياخد مثلا على زوج مثلا اليورو دولار 3 نقط، ال3 نقط دول بياخدهم ازاي؟ بياخدهم وفقا للوت اللي انت فاتحه. انت فاتح مثلا لوت بواحد دولار، فهو هياخد منك 3 دولار. طيب انت فاتح الصفقة مقسمها، مش فاتحها بواحد دولار، فاتحها مثلا 3 سنت 3 سنت 3 سنت، هتيجي تحسبها هتلاقي هي نفس النسبة في النهاية. هو اللي احنا لينا بالتوتال. تمام. طيب هي حاجة احنا شرحناها في زوم قبل كده، لكن برضو الأسئلة اللي كل يوم بنتسألها، فخلينا برضو يعني نذكرها تاني سريعا، وده إن شاء الله هتبقى آخر نقطة، وهنبدأ نجاوب على الأسئلة اللي احنا ما جاوبناش عليها في أول الزوم، ولو حد عنده أي سؤال عموما يعني بغض النظر عن اللي احنا شرحناه. لا يا أستاذ عبد الرحمن، قصدك إنك تفتح الصفقة على الهدف الأول مرة وعلى الهدف التاني مرة وكل مرة بلوت 3 وانت راس مالك 300؟ لا غلط. لا، ممكن تفتح الهدف الأول بلوت 2 والهدف التاني بلوت 1، فتقسم اللوت بتاعك على الهدفين، لكن ما تفتحش بنفس الكمية الهدفين، ده هيبقى ضغط كبير، لأن أنت كده هيبقى كأنك فاتح الصفقة بلوت 6. طيب ما يا جماعة قبل ما ندخل أي صفقة حتى لو ناجحة بنسبة 100% توقع خسارتها قبل مكسبها. افرض الصفقة دي خسرت معاك وأنت فاتحها مرتين كل مرة بلوت 3، معناها أنك فاتحها بلوت 6. طيب لو عكست عليك 80 نقطة 100 نقطة ضربت ستوب، هتبقى خسرت كام وانت فاتحها بلوت 6 وراس مالك 300؟ فما ينفعش. طيب خلونا نشرح سريعا النقطة اللي اتشرحت 20 مرة قبل كده، دي المرة 21. سعر الدخول اللي هو بيكون مكتوب عندنا في كل صفقة، بيكون مكتوب مثلا برايس ومكتوب رقم قدامه. بنلاقي ناس داخلة عاملة سيل ليميت، لا باي ليميت، لأن طبعا احنا لما بنيجي مثلا نفتح كده هنا مثلا هنيجي نعمل نيو اوردر، لو هو مثلا جه يعمل باي ليميت بيلاقي هنا كلمة برايس، فبيفكر ان هو هيقوم جاي عند الصفقة ويشوف البرايس اللي مكتوب فيها، يقوم رايح كاتبه فين؟ كاتبه هنا في البرايس ده، لان يعني حاجة مكتوبة اكيد لازم ليها خانة تتكتب فيها اكيد يعني. فده طبعا غلط، لان احنا زي ما اتفقنا احنا كل الاوامر اللي بننزلها كل صفقاتنا فورية، مش بننزل اوامر معلقة. طب البرايس ده بنعمل بيه ايه؟ ده اصلا مش بيتكتب، ده سعر الدخول. لازمته ايه ان احنا بنكتب سعر دخولنا؟ عشان الناس اللي شافت الصفقة متأخر تقدر تعرف الصفقة دي ما زالت صالحة ان هم يدخلوها ولا لا. مثلا احنا كاتبين مثلا دلوقتي في صفقة اليورو ياباني برايس 126.28، حضرتك هتدخل عند الزوج ده، هو زوج اليورو ياباني اهو،
هتقوم عامل open a chart أو فتح الرسم البياني بالعربي، وهتدوس على علامة الزائد اللي فوق دي، المؤشر ده، ده اللي بيعرفك السعر. خليني نفتح. ماشي، انت مثلا عاوز تشوف، احنا حاطين مثلا البرايس بتاعنا 126.28، دي نقطة الدخول اللي احنا فاتحين الصفقة عندها. انت هتقعد تبص كده، تتحرك بالمؤشر تشوف النقطة دي فين، ما وليكن مثلا لقيتها هنا مثلا، لقيت ان احنا داخلين عند المنطقة دي، لقيت السعر عكس جدا بعد دخولنا، هتدخل الصفقة فورا. ليه؟ بما ان هو عاكس من بعد نقطة دخولنا، فانت نقطة دخولك احسن. طيب جيت انت تبص تشوف نقطة الدخول اللي احنا داخلين عندها، لقيت ايه ده، واحنا حاطين الهدف الاول مثلا عند 126.08، لقيت ايه ده، ده نقطة الدخول والهدف، لا الناس دي الهدف بتاعهم قربوا يجيبوا الهدف، فخلاص الصفقة دي غالبا مش هينفع تدخلها. فنقطة الدخول يا جماعة اللي احنا بنكون كاتبينها دي مش بتتكتب، دي عشان الناس اللي داخلة الصفقة متأخر تعرف الصفقة دي ما زالت صالحة ان هم يدخلوها ولا لا، ويعرفوا هم دخولهم دلوقتي افضل من دخول الناس اللي فتحت الصفقة اول ما نزلت، ولا دخولهم هيبقى يعني غلط، مش صح ان هم يفتحوا الصفقة في الوقت المتأخر. طبعا شرحنا ده بالتفصيل في زوم قبل كده برضو، وان شاء الله هنحط برضو الرابط بإذن الله بعد الزوم على التليجرام. نرجع بقى نشوف الأسئلة. طيب أولا الشخص اللي كان بيسألنا إيه هي عيوب شركة إكسينس، أنا قلت لحضرتك موضوع العيوب ده موضوع متفاوت من شخص للتاني ومن ظروف للتانية. إزاي يعني؟ ما أقدرش أقول لحضرتك شركة كذا بشكل عام عيوبها كذا. طيب إيه السبب؟ خلونا أول أشوف في ناس بره. لا تمام، إيه السبب؟ مثلا شركة يكون بيتعمل لها إعلان إن من ضمن مميزاتها الشركة دي ممتازة جدا، بتعمل إيه يا جماعة؟ عندها كريدت كارد تقدر تسحب أرباحك منه. ففي ناس تفكر الله دي ميزة مهمة جدا عند الشركة. طيب حضرتك عايش في مصر أو السعودية مش هتقدر تستفيد من الميزة دي. ليه؟ لأن شركات الفوركس محظورة من مصر والسعودية. هل دي بالنسبة لك ميزة؟ لا ما هيش ميزة. طيب الشخص اللي عايش في الإمارات، عايش في قطر، عايش في دبي، عايش في أي بلد، لأن برضو البلاد اللي فيها حروب برضو ممنوع فيها، فدول مش هيقدروا يستفيدوا بالميزة دي. دي حاجة. طيب حد مثلا لو حط إيداع في حسابه هيعمل إيداع مثلا ب$20,000، تمام، في شركة الرافعة المالية فيها مثلا، ودي حاجة هنبقى إن شاء الله نشرحها بعدين، مثلا آخرها مثلا من 1 لـ400، طبعا دي رافعة مالية قليلة جدا، فطبعا ما دام رأس المال كبير حلو ان تكون الرافعه الماليه قليله. طيب حد مثلا راس ماله $100 بس عاوز يسجل في بروكر اقصى رافعه ماليه فيه 400، لا هنقول له البروكر ده مش مناسب ليك. ليه؟ اختار بروكر الرافعه الماليه فيه عاليه عن كده. عاليه يعني كام؟ يعني كل ما كانت زياده ان شاء الله لو لقيت بروكر فيه الرافعه الماليه 3000 اشترك فيه. فموضوع الميزه والعيب موضوع متفاوت من شخص للتاني، من بلد للتانيه، من حد راس ماله حاجه لحد راس ماله حاجه. مفيش بروكر كل اللي فيه مميزات ومفيش بروكر كل اللي فيه عيوب. هو على حسب انت ايه، هتعمل ايداع بكام، حضرتك في بلد ايه، بنقدر نحدد ده بالنسبه لك هيكون الخيار الافضل ولا لا. لكن مفيش ابيض واسود يعني. بالنسبه لنا ممكن مثلا اقول لك من عيوب شركه اكسنس مثلا ان هي مثلا مش بتغطي مثلا العراق، مش بتغطي بعض البلاد العربيه، لكن بالنسبة للناس مثلا اللي هنا في مصر ما عندناش معاهم أي مشكلة. دعم فني 24 ساعة متوفر باللغة العربية، السحب والإيداع فوري، وده طبعا شركات كتير ما عندهاش الموضوع ده، ممكن تقعد بالأسبوع عشان تسحب فلوسك، السبريد بتاعها قليل، بيجهزوا إن شاء الله في الفترة القادمة إن هم هيخلوا السحب متوفر من خلال فودافون كاش ومن خلال البريد. مش شايفين في مصر مشكلة معاهم. ممكن ناس في العراق تكون الشركة دي فيها مشكلة، اه عندهم مشكلة، لكن احنا كهنا في مصر مفيش مشكلة في الجوانب دي. رابط الجروب، ما هو اكيد حضرتك بما انك دخلت الزوم اكيد شايف ال لينك الزوم
الاكس ام مش بشوفها بتتفوق على الاكس ناس بصراحة، لنفس الاسباب اللي احنا بنتكلم فيها. طرق السحب والايداع مش كتيرة زي اكسنس، مش بتقبل مثلا السحب والايداع بالعملات الرقمية. الرافعة المالية فيها اقصاها 1 ل 800. السحب والايداع فيها مش فوري، الايداع فوري لكن السحب مش فوري، ففي بعض النقط برضو مش اكسنس تتفوق فيها على اكسن. لما بتنقل من الهدف الاول للتاني بدخل سعر الدخول اللي بتنزله في مكان الستوب لوس، والانتقال من الهدف التالت بدخل الهدف الاول الستوب لوس. سعر الدخول لما بنقول هنحط الستوب عند الدخول، ما بيكونش قصدنا سعر الدخول بتاعنا اللي هو البرايس اللي بنكتبه، بيكون قصدنا سعر الدخول بتاع حضرتك. وشرحنا قبل كده ازاي بتعرف سعر دخولك في كل صفقة، هو الرقم الثابت اللي بيكون مكتوب لك هنا. يعني هنا مثلا صفقة اليورو ياباني عندنا تحتها رقمين اللي هو 126.595، والرقم التاني 127.057 057. الرقمين دول أثناء ما الصفقة شغالة، طبعا السوق دلوقتي واقف فمش هيكون باين، بتلاقي فيهم رقم ثابت ورقم متحرك. الرقم الثابت ده هو سعر دخولك، فلو قلنا هنحط الستوب عند الدخول، يعني خد الرقم الثابت ده حطه هو في الستوب لوس، تعمل موديفاي او تعديل وتحط سعر الدخول بتاعك ده اللي هو الرقم الثابت في الستوب. اي صفقه هنقول هنأمنها هنحط الستوب إيه، هنحط ال او هنحط مثلا صفقه هنقفلها إيه جايبه خساره وعايزين نطلع منها عند الدخول، هنقول هنحط التيك بروفيت عند الستوب إيه، عند ال هنحط ال نقطه الدخول إيه، هنحط التيك بروفيت هو نقطه الدخول. هتقوم برضو شايف الرقم الثابت بتاعك اللي هو نقطة الدخول، وهتعمل موديفاي وهتقوم حاطه في التيك بروفيت. فكل شخص نقطة دخوله بيقدر يعرفها من الصفقة، من الرقم اللي بيكون ثابت أثناء ما الصفقة شغالة. بالنسبة لحجز الأرباح ينطبق على الصفقات اللي ما فيهاش ستوب لوس، بس لأن حضرتك قلتي ما فيهاش ستوب هي اللي هنعمل اللوت المناسب. لا طبعا حجز الأرباح بينفع في كل الصفقات اللي ستوب لوس ملهوش علاقة، لان احنا بنعمله بعد ما بتكون الصفقه جايبه اهداف. لكن احنا بشكل عام كتبنا للناس من يومين اللي عاوز صفقات مضمونه بنسبه تقريبا 100%، لو هو مش حابب يفتح كل الصفقات يدخل بس الصفقات اللي بدون ستوب لوس. دي ما نزلناش ولا صفقه بدون ستوب لوس وخسرت معانا، كلها بتجيب هدف تاني وتالت واحيانا بتعدي التالت كمان. فقلنا برضو للناس يا ريت رجاء الناس اللي مشتركة معانا في القناة الخاصة أو القنوات الخاصة، لأن إحنا عندنا قناة الفي أي بي والقناة التانية غير القناة الفري، الصفقات اللي بستوب لوس ادخلوها ب 0.01، ادخلوها بأقل لوت. ده معناه إن هي معظمها بيخسر؟ لا مش معظمها بيخسر ولا حاجة، بس ادخلوها بلوت قليل 0.01. وخلوا الصفقات اللي ملهاش ستوب لوس دي افتحوها عادي باللوت العادي بتاعكم، اللي هي مثلا كل 100 دولار حطوا لها واحد لوت، معاك 500 دولار افتح 0.05، معاك 700 افتح 0.07 وهكذا. منصة اكسنس غير متوفرة في بلدي، اتواصل معانا على التليجرام يا استاذ محمود، هنشوف لحضرتك بلدك ايه ونشوف المناسب لك ان شاء الله. هنحط رابط التواصل معانا على الخاص ان شاء الله على التليجرام بعد الزوم. الحتة بتاعة التأمين شرحناها وتقدروا ترجعوا للزوم ان شاء الله متسجل. يا جماعة ما ينفعش حد يبص للبونص اللي الشركات بتقدمه، والله العظيم الشركات من الآخر بتغري العميل، بعمل ايداع بكذا وهتاخد بونص 100% و20% و200%. كل الكلام ده للاسف ملوش اي لازمه، واللي بيدخل اي بروكر علشان البونص للاسف شخص غلطان 100% لاسباب كتير مش ده وقت ذكرها. بس سريعا كده، حضرتك لما تكون الشركه مثلا بتخليكي لما تيجي تسحب ارباحك تسحبها بعد اسبوع، لو قدمت طلب سحب النهارده يكون نزل الرصيد مسمع في حسابك بعد اسبوع. طيب انت اشتركت النهارده وخدت البونص وانتهى الموضوع، سواء بقى خسرت كسبت حصل اللي حصل، لكن انت مستمر في الشركه مدى الحياه، البونص انت خدته اول مره وانتهى الموضوع على كده. طيب انت ما زلت مستمر في شركه
بتخليك تسحب أرباحك بعد أسبوع، فين البونص؟ أنت خلاص خدته من 5 سنين، إيه اللي أنت استفدته؟ ولا أي حاجة. الحاجة التانية إن معظم البونص بيكون ليها شروط، أولا مش بينفع تسحب البونص ده، لازم تتداول بيه. طيب ولو خسرته؟ بتلاقي أنت لو قرأت أصلا شروط البونص ده مش هتشترك في أي شركة، فده مش عيب إن الشركة مش بتقدم بونص يعني. ما هو الصفقات اللي فيها ستوب هدخلها بلوت واحد ازاي؟ هحجز بقى هو فيها اقل من واحد؟ لا، الصفقات اللي ليها ستوب لوس ما ينفعش فيها فعلا نظام حجز الارباح. هينفع ممكن اما الصفقة تجيب هدف اول الشخص يفتح هدف تاني او بالطرق اللي احنا قلناها، لكن مش هينفع فيها موضوع حجز الارباح. ليه يوم 29 لم تنزلوا اشارة؟ مش شرط ننزل صفقات كل يوم خاصة على القناة الفري. احنا المعدل ان احنا بننزل من صفقة لتلاتة في اليوم، لكن احيانا مش بننزل لو السوق مش حلو او ايا كان. لما كنت بتنقل من هدف الاول للتاني كنت بدخل نقطة دخولي، بس قبل كده مرضيتش تدخل وسألتكوا قلت دخل لسبب. وانت برضو فكرتني بنقطة، ان يا جماعة انا عارفة ان في كتير منكم لما بيجي يفتح الصفقة بياخد وقت في نقل البيانات بتاعتها، واحيانا ده مش بيكون حلو، مش بيكون في صالحه. ليه؟ لو احنا مثلا منزلين صفقة والصفقة دي زيرو انعكاس، ما عكستش اصلا، انت بمجرد ما فتحتها بتلاقيها ما شاء الله رايحة في اهدافها. فبدل ما تقعد تعطل نفسك ان انت شفت الصفقة فتيجي تعمل نيو اوردر وتقعد تروح تبص الأرقام على اللي احنا منزلينها كام وتقعد تتأكد، فتفتح الصفقة بعد 5 دقايق بعد ما تكون جابت 15 نقطة من بعد ما احنا نزلناها. طب ليه؟ ما انت ممكن تعمل نيو أوردر وتعمل سلة أو باي، فانت تفتح انت كده خلاص فتحت الصفقة شغلتها، اشتغلت معاك روح بقى اعمل لها موديفاي وحط البيانات بتاعتها بعد ما انت تكون شغلتها على مهلك. حط بقى الستوب لوس بتاعك، حط التيك بروفيت بتاعك على مهلك عشان ما تعطلش نفسك وتكون داخل بعدنا بفتره ب5 دقائق مثلا. ال5 دقائق دي ممكن تفرق معاك، وده اللي خلى السؤال بتاعك يا استاذ زياد ان احيانا لما انت مثلا تيجي تعدل الستوب لوس ويكون هو بينه وبين نقطه الدخول مثلا نقطتين تلاقيه مش نافع، تيجي تحط الرقم الستوب لوس ما تلاقيش كلمه موديفاي منوره معاك. ليه؟ لان اصلا لازم يكون في مسافه بين النقطه اللي السعر عندها حاليا وبين التيك بروفيت وبين الستوب لوس. لو النقطه قريبه بتلاقيه مش نافع اصلا يتعمل معاك موديفاي، فانت لو استنيت شويه ممكن تلاقيه عمل معاك. لو انا دخلت الصفقه متاخر ممكن احط الستوب لوس هي الهدف الاول والهدف الثاني في التي بي 2؟ لا، ملهوش علاقة انت دخلت متأخر ولا لا، لان انت ممكن تكون دخلت الصفقة متأخر وهي لسه ما جابتش ولا هدف، بل تكون عكسه وتكون قريبة من الستوب لوس. ده هتلاقيه في شرح اخر زوم من اللي كان قبل ده، وهنحط ان شاء الله كل الزومات اللي كانت قبل كده على قناة التليجرام ان شاء الله. طيب احنا نزلنا لكم على الشات اهو رابط التواصل معانا تليجرام، تقدروا حتى ببساطة كده تكتبوا في السيرش بتاع التليجرام فور underscore trading one، تمام؟ هتحطوها في سيرش التليجرام هيطلع لكم الشات بتاعنا على طول. في اشتراكات في الروبوت عندكم؟ قصدك اكسبرت؟ لا، وما بنصحش، ناس معينة فقط اللي بنصحهم ان هم لو حابين يشتروا اكسبرت او متداول آلي، الناس اللي مش بتعرف تسيطر على الطمع عندها دي، بس الناس الوحيدة اللي ممكن نقول لهم اشتركوا في اكسبرت. سواء ما بفضلش طبعا الاكسبرتات او المتداولات الآلية اللي تبع الشركات، لكن لو في اكسبرت طبعا بيكون بشروط انك تجربه وليكن اسبوع وتسأل عن نسبة الخسارة المحتملة من رأس المال في الشهر ممكن تكون كام، وتجربه وتشوفه على حساب ديمو ويكون طبعا سعره مناسب. ده لو حضرتك عاوز تشتري اكسبرت. هل احنا بنقدم ده؟ لا، احنا توصياتنا كلها توصيات بتتنفذ. وبالمناسبة هو سؤال محدش سأله لنا المرة دي لكن جالنا كتير جدا، هل انتم يا جماعة بتعملوا ادارة حسابات؟ هعيد تاني حاجة كنا كتبناها على اتواصل معانا يا استاذ محمود على التليجرام.
تواصل معانا لو حضرتك عايز تشترك في قناة الفي اي بي، كلمنا على التليجرام. الناس اللي بتسألنا عن إدارة الحسابات، يا جماعة أي حد يقول لك إن هو بيدير حسابات اوعى تديله فلوسك. قال لك إن هو شغال في الفوركس من سنة واحد، بقاله 70 سنة شغال في الفوركس بيدير حسابات، بيخلي 100 مليون في 5 دقايق. كل الناس دي نوعين أو 3 أنواع، 1% منهم ناس صادقة ومتفرغين لده. فحضرتك أكيد يعني مش هتكون وقعت في 1% من كل الناس الغلط في المجال ده، تمام؟ فاستبعد 1% دول، ما تعتبرش نفسك وقعت في القاعدة الشاذة بتاعت الناس اللي بتدير حسابات. طيب بقية 99 مقسومين نصين، نص نصاب ونص جاهل وفاشل. النص النصاب خلاص انت عارف مصير فلوسك راحت فين، اتنصب عليك في فلوسك. طيب النص التاني بقى الجاهل وفاشل ده ايه نظامه؟ ببساطة ده شخص خسر فلوسه، معهوش راس مال، فيعمل ايه عشان يتداول؟ ياخد فلوس حضرتك، يجي مثلا استاذ زياد هات 1000 دولار هتداول لك بيهم، انا خبرة بقالي 20 سنة، شوف النتائج بتاعتي، ويكون سارقها من اي قناة، انا بعمل من ال1000 دولار 20,000 دولار في الساعة، هات 1000 جنيه اتفضل. استاذ زياد راح اداله 1000، يقوم رايح جاي لاستاذ خالد، يا استاذ خالد انا برضو شغال بقالي 200 سنه في الفوركس، هات لي 1000 دولار هتداول لك بيها وخليهم لك مليون في ساعه. يقوم استاذ خالد عاطي له ال1000 دولار، سيادته يعمل ايه؟